طيب، من الحاجات برضو النهاردة اللي لازم نبص عليها، النهاردة كان أول يوم في امتحانات الثانوية أو أولى ثانوي، الامتحانات التجريبية ضمن المنظومة الجديدة للتعليم. أنتوا عارفين أنه اتقال أنه الامتحانات دي مفيش عليها درجات، يعني مش هتبقى فيها تقييم درجات، امتحان تجريبي. وسنة أولى ثانوي اللي هي السنة دي في النظام التعليمي الجديد، عشان تطلع لتانية هيبقى في امتحانين إن شاء الله في آخر السنة، والطالب هياخد النتيجة الأعلى في الامتحانين. بس التجربة النهاردة كانت مهمة جدا. احنا عندنا تقريبا في 700,000 طالب وطالبة من طلاب أولى ثانوي على مستوى الجمهورية أدوا الامتحان التجريبي في 2282 مدرسة حكومية و 1186 مدرسة خاصة. الامتحان الأول النهاردة كان امتحان في اللغة العربية، كان 16 صفحة و 35 سؤال تقريبا، وكان بالأوبن بوك، يعني نظام الكتاب المفتوح. طبعا احنا عندنا يعني تجربة جديدة، يعني تجربة جديدة، الطلبة داخلينها واخدين الكتاب معاهم الامتحان. بس كان في مفاجأة بالنسبة للطلبة عبروا عنها، يعني انت لو فتحت دلوقتي وانا بتكلم مع حضرتك التقارير اللي نشرتها المواقع الإلكترونية واللي هتنشرها الجرائد بكرة، كلها اللي هم متكلمين مع الطلبة، علي من المنصورة، حسين من أسيوط، بسيوني من المنوفية، يعني كل الطلبة، هتلاقي كلام تقريبا متشابه، انه احنا اتفاجئنا انه لا، الاسئله الكتاب ملوش لازمه ندخل بيه اصلا، لانه تقريبا الولاد كانوا معتقدين ان هو الاوبن بوك انك هتدخل معاك الكتاب فتنقل منه، يعني يسالك سؤال فانت تنقل منه، يعني خيال مش مظبوط. اهميه هذه التجربه ايه؟ يعني اهميه التجربه دي ان يتعمل امتحان تجريبي على الاوبن بوك ايه؟ خلونا نسمع هنا كلام حد متخصص في الموضوع يقيم لنا تجربة اليوم الأولاني. أنا أستمع للدكتورة وجدان النجولي، أستاذ المناهج وطرق التدريس وطرق تدريس باللغة الإنجليزية. يا دكتورة وجدان. أيوة. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني حضرتك يعني راقبتي ورصدتي اليوم الأول في الامتحانات التجريبية لأولى ثانوي ضمن منظومة التعليم الجديد. قوليلي ما جرى أمامك من إيجابيات نعززها، ولو في سلبيات للي حصل قوليلنا برضو عليها بحيث أنه الوزارة تتلافاه. طيب، بداية أحب أصحح معلومة. أنا دكتورة مناهج وطرق تدريس وليس أستاذ. طيب يا فندم اتفضلي. دي انا لا، الامانه دي عسول، الامانه دي كويسه جدا. وانا من تعليم الاسكندريه، مسؤول باللغات الرسميه وعضو لجنه التعليم بديوان عام محافظه الاسكندريه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. بدايه عايزه احيي معالي الوزير المفكر الانسان على هذه النقله النوعيه اللي بتحدث لاول مره في تاريخ التعليم المصري. وكذلك الاساتذه بالمركز القومي لتقويم الامتحانات وكل من ساهم في هذه المنظومه. بصراحه تجربتي اليوم هي تطبيق لفلسفه بتخاطب قدرات الانسان وبتحترم ادميته وبتعمل على بناء واعمال العقل. طبعا من خلال متابعه بعض اللجان بنات وبنين، ومن خلال المناقشه ورصد الاستجابات، يمكن كانت بالارقام على برضه ايه، يعني على عينه بسيطه طبعا، على ما قدرتش. انت قمت بيها وكاننا قدام دراسه مصغره. بالظبط كده سيادتك. طبعا اول حاجه لاحظتها انا شخصيا ظهور ملامح الاسترخاء والاطمئنان والارتياح النفسي على الطلاب لكون الاختبار تجريبي بلا درجات. دي حاجه ما هم ما فيش بقى يعني درجات، فهم يعني مستريحين. تمام. كويس. استعانت نسبة قليلة من الطلاب بالكتاب المدرسي، قالوا فعلا ملوش لازمة خالص، يعني قليل جدا جدا، كانت يعني أعداد يعني هنلاقي من كل 20 ثلاثة بيقولوا ده أنا استخدمته. برضه في نسبة متوسطة قالت إن الأسئلة، طبيعة الأسئلة بتتناسب مع قدراتها، يعني متوسط العدد يعني. في برضه في مجموعة قالت في يعني عدد كبير برضه من الطلاب
بيقولوا ان طريقه الاستسقاء اللي كانوا بيذاكروا بها لم تتناسب مع طبيعه وضع الاسئله. يعني الطلبه كده ممكن يبقى عندهم يعني تصور لازم يغيروا طريقه مذاكرته. اكيد اكدوا ان الاسئله تنوعت من مستوى الصعوبه والسهوله. ده نسبه متوسطه من الطالبات قالوا يعني ايه ان في من ده ومن ده، في اسئله صعبه وفي اسئله سهله بتخاطب كل المستويات. يعني في اسئله المتضمنه بالامتحان لا تقيس القدره على الحفظ ابدا. وطبعا واكيد برضه هيعيدوا النظر في طريقه الاستسقاء في الترم الثاني مستقبلا. في برضه بيقولوا ان نسبه كبيره بيقولوا ان التدريس، طرق التدريس المتبعه في الفصول لا تتناسب مع طريقه الامتحان ولا طبيعه الاسئله الموضوعه. وما ساعدتهمش ابدا على اعمال العقل او التفكير او تهيئتهم لهذه النوعيه من الاسئله. كويس. قالوا برضو ان الوقت كافي. طب بالنسبه كافي. الوقت اليوم الاول في امتحان تجريبي زي ده هيخلي الطلبه على قناعه كمان، يعني اذا كان طريقه التدريس في المدارس فيها مشكلة، يبقى اكيد كمان بتوع الدروس الخصوصية الولاد ممكن يدركوا النهاردة ان الدروس الخصوصية ملهاش لازم في هذه النوعية من الامتحانات. اكيد. بصي سيادتك حضرتك، فعلا انا سمعت كتير من الطالبات والطلاب ان ايه، لا ده يعني في تناقض ما بين اللي احنا بناخده وما بين الموجود في الامتحان، ملوش لازمة بعد كده الايه. ملوش لازمة يروح درس. الو، اي معاك يا فندم. ملوش لازمه يروح دروس يعني. بالنسبه برضو للبوكلت اللي كان بيؤدف بالامتحان يعني وكده، البوكلت كان واضح، تنظيم الاسئله كانت بتساعدهم على ان يحلوا جميع الاسئله وبتجنبهم موضوع النسيان لاي مفرده. اللي قالوا المحتوى والمقرر اللي تم تدريسه في المدارس او في المنهج نفسه اللي اخذوه يعني يعتبر ما ساعدهمش قوي بنسبه كبيره في حل الاسئله. معظم الطلبه قالوا احنا استفدنا من البلاغه والنحو. المحتوى يا دكتوره اللي درسوه ولا الطريقه اللي تدرس بيها المحتوى؟ سيادتك هم بالضبط نسبة كبيرة قالت المحتوى. أنا أكدت على الجزئية دي، قالوا المحتوى. يعني إحنا حسينا إن لا، إحنا في مكان والمحتوى اللي أخدناه في مكان تاني يعني. أنا أكدت. عسوفي أيوة، يعني في، أنا قريت من الطلبة والولاد بيقولوا إحنا في حاجات إحنا مش موجودة في الكتاب أصلا. أيوة طيب. فعلا بالفعل. طب أنت كخبيرة مناهج، يعني الامتحان اللي هو الأوبن بوك اللي هو بيبقى الكتاب يعني معاهم، بيبقى بيختبر حاجات تانية، لأن هو ما هو مش هيجيب لهم سؤال بالنص ينقلوا عليه فقرتين ثلاثة من الكتاب. معظم الأسئلة شتك بتقيس القدرات العليا من التفكير. هم طبعا مش متعودين على هذه النوعية من الأسئلة. أيوة هم متعودين على المستويات السفلى من التفكير يعني. أيوة بس فهو على أساس إن اللي ما فيش درجات فكان عندهم استرخاء، لكن لو ده فعلا كان امتحان هيبقى فيه درجات كان هيبقى الوضع مختلف خالص يعني. طيب يعني ال 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 تدي التجربه النهارده يعني كام في المية؟ لا هو بص سيادتك، تقييمها بالظبط من ناحيه ايه؟ يعني عشان ادي كام في المية من ناحيه ايه؟ اللي انت عملتيه كله يا فندم، يعني انت عملتي دراسه مصغره، الولاد جاوبوا، ادائهم في الامتحان، طبيعه الاسئله، يعني على كل ده التجربه عشان برضه اكون واضحه. طبعا انا ما شفتش الدرجات لان ما كانش لسه تم التصحيح، اوكي، لكن انا كنت سعيده فعلا بالتجربه وشايفه التعليقات الخاصه بكل الطالبات. لا انا كنت النهارده حاسه احنا في نقله نوعيه مختلفه. يوم مختلف خالص. لا حاسه ان الاسر المصريه بعد كده هترتاح، الطالبه هتحس بنفسها، هتقدر تستمتع بحياتها، بس بعد ما تتشبع بهذه الطريقه من المذاكره وهذه الطريقه من الامتحانات ان شاء الله. وقت طويل على ما يحصل نوع من الاستيعاب. ما هو لازم زي ما بيقولوا انه نبدا حتى لو اخذ وقت، لانه هذا النظام الرهان عليه كبير جدا طبعا. بس الناس تترك ليه فرصه. بشكرك دكتوره وجدان النجولي، استاذه المناهج وطرق، دكتوراه في المناهج وطرق التدريس.
فاذا احنا قدام التجربه بتاعت الامتحانات التجريبيه اللي بتقول لنا الامور هتبقى ماشيه ازاي. يعني عشان كده انا قلت لها طب نقيم اللي حاصل ده بكام في الميه، لانه احنا حريصين على ايه؟ على انه النهارده قبل الامتحانات دي كان اللي بيتقال في المدارس انه طب ما الطلبه مش هتمتحن، انت بيذاكروا ليه؟ طيب الامتحانات دي ما فيش عليها درجات، طب يذاكروا ليه؟ الفلسفة بتاعت التعليم، يمكن كان دكتور طارق شاوي لما كان معانا هنا، الفلسفة بتاعت التعليم انه انا مش بحفظك محتوى، يعني مش بحشي دماغك معلومات وحضرتك بتروح تطلع المعلومات دي فنديك عليها درجات وبعد ما تمشي المعلومات تطير، لا احنا بنديلك قدرات، معارف، يعني خبرات. بتروح ازاي تتعامل مع مش رايح سؤال انت صمه ورايح تحطه، لا انا بديك الكتاب اهو وتصرف واستعين بيه في اجاباتك. فاذا دي اول خطوه للتاكيد على ان احنا قدام منظومه تعليميه جديده لن تعتمد على الحفظ فقط ولكن بتعتمد على الفهم في المساله، بتنمي الشخصيه لانه بتخليك قدام الامتحان شخص مسؤول، مش داخل حافظ الاسئله والاجابات بتروح تحطها وخلاص ما انتش ريكوردر يعني. بتكشف زي ما سمعنا من الدكتوره وجداني ان الطلبه يقول لك انه الدروس الخصوصيه ملهاش لازمه لانه هو بيروح الدرس بيدرس له بشكل تقليدي، الامتحان مش هيعمل فيه حاجه الشكل التقليدي ده. بس يبدو ان احنا محتاجين الناس اللي بتدرس في المدارس يتم تطوير ادائها شويه عشان تتواكب مع الامتحان. ايا كان احنا قدام تجربة ماشية في الاتجاه الإيجابي لتطبيق منظومة تعليمية نرجو إن شاء الله أنها تصب بالكامل في مصلحة هذا البلد.